احييكم بتحية الاسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم اجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة ضمن فعاليات مهرجان الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه بثاني ايام هذا المهرجان، بانطلاقة الشوط السابع لفئة الحقائق بكار والاربعة كيلومترات. هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الشعارات المندفعة والمتواجدة الباحثة عن هذا الناموس والانتصار في هذا الصباح المميز. نتابع التحديات، نتابع هذه الاسماء المتواجدة. هنالك جوائز نقدية من المركز الاول حتى المركز العاشر مع هذا التحدي الكبير والمميز. نتابع الاسماء والشعارات المندفعة في هذا الصباح المميز. أول الأسماء تتواجد غزر لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري، يتواجد مشاركا في هذا التحدي الكبير مندفع مع الصدارة مباشرة بتواجد غزر. بينما المركز الثاني تتواجد جبارة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري شعار بن عمارة، مميز متواجد في هذا الصباح في هذا التحدي بتواجد جبارة على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة والحاضرة في هذا التحدي المميز والمشاركة في هذا الانطلاق الجميل تتواجد عوايد لعبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن البحيح، يتواجد مشاركا مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الأسماء والشعارات القادمة، تتواجد الذيبة سالم بن محمد بن علي الحديد المري مشاركا على المركز الرابع. بينما المركز الخامس التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الرابع بهذه اللحظات تتواجد سمحة لأحمد بن حمد بن عبد الله الجنيبي، يتواجد مشاركا مع سمحة المتواجدة في هذا التحدي المميز. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الافاضل الخمس، الاسماء الاولى التي تسيطر على دائره النداء والاذاعه باول نداء تمتو على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الشعارات مع هذه الاصايل المتواجده على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذه المنافسه المميزه في هذا التحدي الكبير مع هذا المهرجان المميز. نتابع البدايه ونتابع سمحه مع البدايه تتسلل مباشره الى صدارة الشوط بطموحات وامال اهالي السلطنة. المتواجد هنا احمد بن حمد بن عبد الله الجنيبي متابعا مراقبا لاحداث هذا الشوط مع سمحة التي تنطلق مباشرة في القيادة والريادة. بينما المركز الثاني يتابع القادم الذيبة وقادم سالم بن محمد بن علي الحديد المري مشاركا في هذه المنافسة طامعا وطامحا لانتزاع الناموس. بينما المركز الثالث هنا جبارة تتقدم بشعار عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القادم الضبي لفيصل بن طالب بن حمد آل فهيدة المري، وأيضا المشاركة بأول نداء وصلت تحفة لحمد بن عبد الله الزعبي قادم وحاضر في هذا التميز والإبداع بأحد أسمائه المميزة. تحفة القادمة والمشاركة في هذا التحدي. هذه النتيجة للخمس الأسماء الأولى للخمس الشعارات المسيطرة على دائرة النداء والإذاعة. ولكن نتابع التسلل. ارصد لي يا مخرجنا هذا القدوم والحضور المميز واللافت مع شعار الزعبي المميز والمندفع مع تحفة التي بدأت تتسلل إلى البداية وإلى الصدارة مع الكيلو متر الأخير والخطير. حمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا تحفة في هذا التحدي الكبير في هذا التميز والإبداع. بينما المركز الثاني يتابع القادمة والمتواجدة هنا الضبي لفيصل بن طالب بن حمد آل فهيدة المري، ولكن أيضا وصلت وديان حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري شعار الفاتوح القادم والحاضر في هذا التحدي الكبير مع هذا التميز والإبداع. وديان بأول نداء مباشرة وصلت إلى المركز الأول. تحفة على المركز الثاني حمد بن عبد الله الزعبي الضبي على المركز الثالث بقيادة فيصل بن طالب الفهيدة المري. ورابعا أتابع القادمة والحاضرة منارة راشد بن علي بن محمد آل شيرة المري، يتواجد مع منارة في هذا التحدي. وصلت الشعارات، وصلت الأسماء المميزة المشاركة في هذا التحدي الكبير والمميز. ولكن وديان هنا ما زالت صامدة في مقدمة هذا الشوط تقدم هذا العرض المتميز والأداء الجميل. حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري ينفرد في مقدمة الشوط
ولكن الغادمة سمعة هنا غادمة بقيادة سعيد بن راشد. الزعبي وصل مع اللحظات الأخيرة والخطيرة وديان وسمعة الفاتوح والزعبي. الناموس حاير بين سمعة وبين وديان، ولكن وديان ما زالت صامدة مع الفاتوح واللحظات الأخيرة والخطيرة. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري على فوز وديان وتحقيق الإنجاز. المركز الثاني سمعة لسعيد بن راشد الزعبي. المركز الثالث الضبي لفيصل بن طالب بن حمد الفهيد المري. المركز الرابع وصلت سمحة لأحمد بن حمد بن عبد الله الجنيبي. المركز الخامس تحفة لحمد بن عبد الله الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في مساري هذا الشوط، فكانت وديان حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط. 6 دقائق ثانية وحيدة، 60 جزء من الثانية تلعب ناموس لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري على فوز وديان بهذا الناموس. المركز الثاني سمعة 6 دقائق ثانية وحيدة، 96 جزء من الثانية تاهو الناموس لسعيد بن راشد الزعبي. المركز الثالث وصلت الضبي 6 دقائق ثانية 22 جزء من الثانية، تهاني الناموس لفيصل بن طالب بن حمد الف هيدا المري.